السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتي، قناة مطبخ سامية. اليوم حبيت نشارك معكم، يعني ندير وصفة على كريم او بير سهلة جدا، يعني ما تاخدش الوقت. هنا عندي 200 غرام زبدة طرية، عندي 200 غرام سكر غلاس، سكر ناعم، عندي كاس غير ربع شاي الزيت. هنا نحتاج ندير شوية كاوكاو اللي حمصته وريحته، ندير له شوية برك، زوج مغارف كبار. هنا دوكا ندير نخلطهم، انا عندي البيترا، دوك نخلطهم مع بعض بالبيترا. دوك نزيد الزيت كما قلت لكم، كاس شاي غير ربع زيت هكذا، نزيد السكر، تقدروا إذا حبيتوا ديروا شوكولاتة الطلي تنقصوا السكر وديروا شوكولا الطلي، كاين يديروا نوتيلا على حسب لا مارك اللي تحبوها، ماكسون ولا واحد اخرى. نزيد كاوكاو هكذا، دوكا نخلطهم. لازم تكون كريمية، يعني تكون خفيفة. هاليك دوكا بعد ما دربتهم، نسيت برك نقول لكم، تزيدوا مغرفة كبيرة تاع لافاني، الى عندكم فاني اون بودغ ولا سائلة، يعني باش يعطي لها مذاق لافاني مليحة. لازم تضربوها، الكريمة تاعكم لازم تكون خفيفة واللون تاعها يتبدل يولي بيض، نتمنى تعجب لكم. دوكا مابقى غير نقول لكم شكرا والى اللقاء مع وصفة جديدة ان شاء الله.